النجم الكبير كابتن عادل طيب. ازيك كابتن عادل؟ الحمد لله على شرف السلامة يا كابتن. الله يسلمك، ربنا ألف يخليك يا سلامة كابتن. ليك. كابتن عادل الحقيقة دايما بيكلمني وعلى طول في ظهري، والحقيقة واحد من الناس اللي احنا دايما بنعتز بوجودهم، مش احنا كلنا طبعا، مش انا لوحدي بنعتز بوجود كابتن عادل معانا، وان هو يبقى دايما بيقول لنا ايه اللي بيحصل. كلام الكابتن عادل في اغلب الوقت، لو حضراتكم تشوفوا كده وتجيبوا حلقات اللي بيطلع فيها كابتن عادل سواء هنا او في البيت الكبير او في اي برنامج اخر، هتلاقوا ان في 90 او اكتر من 90% كمان من الكلام اللي بيقوله كابتن عادل بيتحقق. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك، وانا بالنسبه لي ما اعرفش، بشوف ان مباراه سان داونز بيكون او هيكون ليها وضع، يعني ناس عماله تقول لي مالك متحمس قوي ليه كده، ويعني انا عايز اكسب وعايز افوز وعايز فرقتي تلعب كويس وعايز اكسب يوم السبت وعايز اكسب المباراه اللي بعدها عشان ارجع تاني، وعايز يوم ماتش الهلال الاقي 100,000 متفرج موجودين في استاد القاهره ان شاء الله ربنا يكرمنا، وعايز افوز بالبطوله ال11. ولكن في نفس الوقت كل ده لان انا عندي فرقه اقدر الناس اثق فيها كواحد من الجماهير، واقدر ان وعندي جهاز فني انا واحد برضو من الناس شايف ان انا اقدر اثق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لما نلاقي كل واحد بيقوم بدوره، فالاداره مع رئيس النادي كابتن محمود مع الجهاز الفني مع اللاعبين، مفيش شك ان كل واحد بيقوم بدوره. واعتقد ان المباراه اللي جايه يوم السبت هتبقى مباراه مفيش حد هيبخل، لا الجهاز الفني ولا الاداره ولا اللاعبين هيبخلوا ان كل واحد يبذل اقصى ما عنده. نتيجه المباراه توفيق ربنا طبعا، وربنا بيدينا الاسباب، ان انا هاخد بالاسباب وبعدين التوفيق ده بتاع ربنا. اكسب اتعادل بكل المقاييس يا كابتن احنا الافضل. لما نلاقي تيم سان داونز والمراكز من اول حراسه المرمى لحد الاخر فيرود عندنا حتى بدكه البدلاء احنا الافضل. المهم ال11 اللي هيلعبوا مع السبعه اللي موجودين بره نأدي اقصى جهد عندنا، دي نقطه. النقطه الثانيه، في اكسجين بيبقى قليل شويه، وبالتالي انا كمدير فني هبتدي افكر انا عندي قياسات والسعه الحيويه بتاعت الرئتين، الناس اللي هي تقدر تلعب والرئتين بتوعها مليانين هواء طبيعي، يعني زي ما نقول مثلا اكرم توفيق ولا كريم عندهم رئتين، معدلات اللياقه بتبقى او زي ما حضرتك بتقول كده، السعه الحيويه في الرئتين تاخد كميه اكسجين كبيره وعندها المخزون ده. فانا ابتدي المباراه بالناس اللي هي فعلا عندها المخزون ده. الحاجه الثانيه، الامور الفنيه والحاجات دي مفيش شك ان الجهاز الفني من الكفاءه ان هو يعمل التشكيل المناسب ويدير المباراه بالشكل المناسب اللي هو شايفه. واعتقد احنا باذن الله تعالى مفيش حد هيأثر. المهم بقول لك لو 80% احنا ادينا بالروح القتاليه بتاعتنا، مش 100%، لو 80% من القدرات بتاعتنا صاحبها استحواذ وصاحبها اداء اللي هو روح الفانيلا الحمراء، اعتقد ان احنا هنكسب وهنكسب بفارق ممتاز. وببشر الناس ان كل اللعيبه رايحه بمعنويات في منتهى الارتفاع بعد ما عدد معين من المباريات ما حصلش في تاريخ اي نادي. والله يا كابتن ما حصل في تاريخ اي نادي ان انا في 45 يوم العب 16 مباراه. انا عارف ان حضرتك بتدرس الحاجات دي وبتشوف الناحيه الثانيه. امال ايه يا كابتن؟ انت قبل ما تروح كاس عالم كنت لاعب 6-7 ماتشات، وبعدين 4 كاس عالم، 4 سفريات بينهم، الفريق الوحيد ريال مدريد سفريه واحده، انت 4 رايح جاي رايح جاي 4 مرات، وبعدين رجعت رحت لاعب 4 مباريات كمان، لعبت القطن ولعبت الداخليه ولعبت المقاولين ولعبت سان داونز. فتخيل 4 مع 11 ولسه انت هتلعب يوم السبت، ادي هتلعب يوم السبت، ويوم السبت ده السفر لوحده بمباراه 8 ساعات صحيح. ف يعني اللعيبه دول فعلا فعلا مع الجهاز الفني، برضو الجهاز الفني بشر، انا بطلع من مباراه لمباراه، العمليه دي برضو بتبقى، ولكن ولله الحمد ربنا معانا ان شاء الله، والولاد بتوعنا والرجاله بتوعنا، ودايما اقول عنهم الكوماندوز الصعقه بتوعنا، هيقدموا مباراه على اعلى مستوى. مطمئن جدا ان شاء الله ما حدش هيأثر، النتيجه بتاعت ربنا، هنكسب هنتعادل لا قدر الله في خساره مش اخر الدنيا، لكن ما اعتقدش ان حد هيأثر، لا الجهاز الفني
اولا الاداره عملت الواجب بتاعها، الطياره الخاصه، البعثه، كل الجهاز الطبي، ما شاء الله.